الهنا وأمان حبيبة الرحمن. هنا ربيع النور يحلى بها حياك الله يا شيخ. مرحبا. يا مرحبا الله يحييك يا شيخ حبيبنا يا حياك الله. تفضل. ارحب سعد القحطاني يا شيخ. الله يعزك. مرحبا يا شيخ. عال الحارثي استقبلنا برمضان بالدكتور طلال. وش باقي احسن من كذا؟ الله يسعدك. الحمد لله. مرحبا يا دكتور. الله وياك. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. كيف حالك؟ يلا عساك طيب. سعد وجمعان. الله يعزك. الله يسعدك. هذا الشبيهان يا دكتور. الله يسعدك ويجمعنا بك الجنة. سعد وجمعان. وكل عام وانت طيب يا شيخ. الله يسلمك. والطيب جارك مبارك. الله يحييك. الله يحييك. اقول من النعم اللي انعم الله بها علينا ان شاء الله كلنا متسابقين. واتكلم عن نفسي انا سعد القحطاني. إني أستقبل رمضان يا شيخ في مكة المكرمة في أطهر بقعة على وجه الأرض يا شيخ. والله هذه من نعم الله. ولا يا شيخ. والله النعم الفرصة ما تتعوض. الحمد لله. طال عمر نستقبل رمضان في مكة. يا رب يوفقنا وياكم عمل الصالح. آمين يا شيخ. آمين. أهلكم طيب. كيف حالك يا شيخ؟ الله عساكم طيبين يا شيخ. يا مرحبا. شرفت يا شيخ. جعلت رحب المطبخ. اليوم طابع خاص والله العظيم يا دكتور. اليوم في الشباب كل مبتهجين يشهد الله. الحمد لله. وفينا فرح. يعني ما يعلم به الا الله. الحمد لله. الحمد لله. مستقبلكم اليوم والله ما الله يكرمك. الله فوائد اللي الله يسعدك. الله يحييك يا دكتور ويكرمك. ما شاء الله. عسى اموركم طيبة. ابشرك. تمام الحمد لله. الله يحييك. في مكة. احنا في مكة خلاص. هلا والله. بركة. يلا حيهم. يلا حيهم. والله كله خير. جت البركات. بدت البركات. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله. كيف حالك؟ ساك طيب. يا هلا بعوفي. كيف حالك؟ ساك طيب. صحوان. يا هلا والله. اخبارك طيبين. هلا شيخ عبد الله الحربي. سهلا. يا مرحبا. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. الله يحييك. الله يجمعك يا شيخ. حياك الله. الله يحييك. يا مرحبا. الله يحييك. يا مرحبا. انت مين قوي يا اخي. بركات رمضان يعني. استاهل. الله يحييك. الله يحييك. صحتكم خير ان شاء الله. اعتذر يا شيخنا على العزومه. كنت قلت والله الوالده كذا. الله يرزقك ويسر امرك. الله يرضى عليك. يرزقك بره. امين. الله يرضى عليك يا غالي. زياد الشهري. نعم اكرم. يا بعد راسي. كل عام وانتم بخير يا شيخ. الله يرضى عليك ويطول لي عمرك ان شاء الله. الله يرحمه. الله يعافيك. كيف حالكم؟ الله يحفظك. يمين. والله بخير. انزل انزل باذن الله. هلا هلا. الله يبارك فيك وياك. فقنا وياك. امين. السلام عليكم. سلام. حياك الله شيخ. الله يكرمك ويعافيك. شهر مبارك على الجميع ان شاء الله. امين. الله يرضى عليك. حالك طيب. وصحة وسلامة وشهر مبارك علينا. الله يرضى عليك. الله يكرمك. هلا. كيف حالك؟ هلا بس. انا استنى شرفتنا. يسعدنا وياك. طيب الله يحييك. هلا والله غلط. هلا. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. الله يسعدك. والله اني اسعد بشوفتك يا شيخ. اسعدك ربي. الله يطولك على طاعته. الله يحفظك. الله يكرمك. هلا هلا ومرحبا. اخبارك طيب؟ ما شاء الله. بارك عليك شهر. بارك فيك. يا حياك الله. حياكم الله. شو اخبارك؟ حياك الله. تفضل. الله يبارك فيكم. احفظنا وياكم. ما شاء الله. بسم الله. بارك فيكم. ايش احوالكم؟ طيب يا شباب. صلوا على النبي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه وتم التسليم. اما بعد، هذا الليله الكريمه اول ليله رمضان نستضيف الشيخ والدكتور طلال ابن محمد ابو النور المشرف العام على مشروع تعظيم مسجد الحرام. حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يحييك. ويكرم. طبعا يبارك فيك يا سعد. الله يسعدك. استقبلنا رمضان واستقبلناك. اقول عسى الله يسعدكم في الدنيا ولا اخره. الله يبارك. الشباب كلهم سعيدين انهم مستضيفينك هذه الليله. الله يكرمكم. شرفتنا والله يا شيخ. الله يكرمك. طبعا ما في اي محاور نتكلم عنها، لكن بنترك الموضوع لك يا دكتور ونستفيد منك. الله يحييك. الله يكرمك. خلاص المناسبه هي تفرض نفسها. الله يوفقنا واياكم ويحفظكم. تفضل يا دكتور. الله يجزاكم خير ويكرمكم. يعني خلي اللقاء كذا. طبعا عندك احسن في موضوع اللقاء مفتوح اليوم. هل نقدر نربط مثلا نقول مثلا تعظيم بيت الله الحرام وتعظيم مكة المكرمة باستقبال رمضان يا شيخ؟ نجعل فيها مثلا مزيج
من 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 إيمانيات مرتفعة، من من استقبال في مكان في أطهر بقعة، من هالكلام الجميل يا شيخ. جميل، أكرمك الله. يعني إحنا قلنا الآن قضية التعظيم وقضية رمضان. نعم. القضيتين كل قضية منهم ارتبطت بجانب من جوانب التفضيل. إيش جانب التفضيل لرمضان بالنسبة لمكة؟ من أي من من أي النواحي؟ مكة أفضل المدن. جميل. ورمضان أفضل الشهور. جميل. إذن هذا ظرف مكان وظرف زمان. يا سلام. اجتمعت. مكان وزمان. والإنسان إنما يعمل في مكان ويحتويه زمان. جميل. طبعا هنا عندنا فيه من القضايا التي يعني سبحان الله العظيم يتميز بها المؤمن عن غيره، وهي قضية أن التفاضل بين الأيام والشهور ليس مرده إلى الإنسان، وكذلك التفاضل بين الأماكن ليس مرده إلى الإنسان، باعتبار أننا نحن من المؤمنين فإن نقرأ في كتاب الله عز وجل أن هذا حقه جل جلال. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون والذي خلق الليل والنهار هو صاحب الحق أن يفاضل بينها، وهذا أين نجده في القرآن؟ هل تعرفون؟ لو يزودون سبيكر شوي ترى نسمع شيء. أقول مرة أخرى، التفضيل احنا قلنا قضية التعظيم وقضية رمضان. قضية رمضان ارتباطها بايش؟ بالزمان. بالزمان والمكان. وقضية التعظيم ارتباطها بالمكان. جيد. وقلنا ان التفضيل بين الاماكن بعضها عن بعض ليست قضية مردها للانسان. وكذلك الزمان، كونك تقول والله هذا المكان افضل من هذا المكان، او هذا الزمان افضل من هذا الزمان، هذا اليوم أفضل من هذا اليوم، هذا الشهر أفضل من هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى قال هذا أمر له جل جلاله ليس لكم أيها الناس. أين نجد هذا في القرآن؟ هل تذكرون آية؟ أقول هل نجد في القرآن يعني إخبار من ربنا عز وجل أنه هو الذي يفاضل بين الأماكن ويفاضل بين كل ما خلق؟ ما أدري آية القدر ممكن؟ لا أصورك الله. ها؟ في آية في آية. إن هذا حق الله عز وجل وليس حق البشر. لأنه خالق. أليس الخالق صاحب الحق في التفضيل؟ لا. بلى. طيب أين نجد؟ عند أبو حسين. ها؟ أتوقع أن ولئن شكرتم لأزيدنكم. لا نبغى آية أصرح. ها؟ في يعني في آيات كثيرة تتكلم عن التفاضل. وانه بيد الله هي المشيئة، مثلا يعني آية الذكور والإناث مثلا هذا يدل على معنى منها، يقبل من يشاء الإناث ومن يشاء الذكور. احنا نبغى التفضيل، ان هذا حق الله عز وجل ان يفاضل بين جميع المخلوقات. الذي خلق الليل والنهار من؟ الله. الذي خلق الاماكن من؟ الله. طيب نبغى شيء في القرآن كقاعدة تدل على ان الله عز وجل هو صاحب الحق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب قول الله عز وجل حتى ندخل في غيرها، اجتهاداتنا الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الذي خلق هو الذي يختار، والذي لم يخلق ليس من حقه أن يختار وليس من حقه أن يفاضل. هذا قضية ثانية، لكن القصد أنه ليس من حقنا نحن أن نفاضل بين الأيام، وليس من حقنا أن نفاضل بين الأماكن، وإنما هذا حق الله عز وجل. طيب إذن رمضان زمان وهو شهر، والله سبحانه وتعالى قدمه، ومكة مكان بلد والله عز وجل قدمه. طيب هل نبغى شيء من القرآن يدل على الآن؟ إذا عرفنا القاعدة الأساسية وربك يخلق ما يشاء ويختار، نبغى آية تدل على فضل رمضان، ونبغى آية تدل على فضل البلد الحرام. رمضان جميل،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعظيم ليلة واحدة رمضان ليلة القدر خير من ألف. جميل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طيب هذا ما يتعلق برمضان. طيب في مكة هذا البلد الأمين، والتين والزيتون طور سينين وهذا البلد الأمين. آية ثانية، إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين، ممتاز. شك ليس نسمع مستمعين وهذا مترقين. طيب جميل. إذا الآن هذه عندنا آيات أثبتت إيش؟ أن رمضان شهر عظيم مفضل، فضله الله عز وجل وقدمه، وأن مكة بلد معظم، وأن الله عز وجل فضلها وقدمها على سائر البلدان. فإذا طب خلونا أيضا نقف التقديم لشهر رمضان، إيش الشيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وميز فيه هذا الشهر الكريم من خلال الآيات التي ذكرتها؟ ما ذكرت الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. في البقرة. طيب قدم شهر رمضان بماذا في القرآن؟ ما هي الأشياء التي ذكر الله عز وجل أنه فضل شهر رمضان على غيره من الشهور واختصه بماذا؟ شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. ممتاز. كلام الله عز وجل هدى للناس. إذن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. القرآن. طيب هل القرآن فقط هو الذي نزل في شهر رمضان؟ يعني نزل في أشهر ثانية يا شيخ؟ لا، الآن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب شهر رمضان نزل القرآن كله في شهر رمضان؟ لا. طيب إيش معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ هل ممكن بداية النزول؟ بداية. جميل. إذن هذا معنى من المعاني التي تحتمل هذه الآية، وهو أن أول ما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت البداية في رمضان، في ليلة القدر. جميل. طيب هذا معنى، هل في معنى آخر أنه نزل في شهر رمضان؟ ارتباط بالقيام، صلاة القيام. يعني الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمعنى الآن الذي ذكرتموه ابتداء، وهو أن شهر رمضان كانت بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. هل في معنى آخر؟ قد يكون أشد. لا شيخ طلال، عدد آيات يمكن أكثر أو سور. آخر آية تتمة القرآن نزلت في شهر رمضان. لا ليس هذا. عدد آيات أو صور أكثر يمكن في رمضان عن غيره من الشهر. قراءة القرآن تكثر في رمضان. طيب الذي ذكره العلماء وهو أن القرآن نزل جملة واحدة، كل القرآن كاملا فصل من اللوح المحفوظ تحفه الملائكة، نزل ثم وضع في بيت العزة في السماء الدنيا. إذن هذا النزول الأول، وهو نزول إيش؟ كامل القرآن، نزل في ليلة القدر، فصل من اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ابتداء، تحفه الملائكة، ثم وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك يعني مفرقا خلال مدة البعثة النبوية. واضح. إذن هذه تنزلات القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، وإن أنزلناه في ليلة مباركة، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب مرحبا. تكون نزل القرآن كامل بيت العزة بالدنيا، أسماء الدنيا. أي نعم. طيب الناسخ والمنسوخ كيف أوفق بين هذه وهذه؟ في آيات نسخت ولا؟ الآن هذا القرآن كاملا نزل ووضع في بيت العزة، حلو، فصل من اللوح المحفوظ كاملا، ثم بعد ذلك نزل بحسب الأحكام.